يا ابو سنة، الايام هتتكسف على دمها وترجع تضحك لنا تاني. انا مش قلتلك خميس ده وش السعد من يوم ما خرج والايام بتخلع توبها الاسود والفرح عرف طريق بيتنا. انتي فرحانة بالبيت ولا بالجواز يا حاجة؟ فرحانة بالحق اللي رجع لاصحاب. كرامة؟ كرامة مال؟ حد دسلها على طرف؟ والضرة اللي انت عجبها تقعد فوق دماغها وتفكرها كل ساعة والتانية بعجزها وخراسها؟ كلامك مش مريحني يا ابو سنة. البيت اصلها صعبان عليا يا حاجة، مهما كان دي امانة في بيتنا برضه. ابو سنة مش حاجة يا حاجة، انا بس عايز اقولك ان عظم التربة له علينا حق. مش هنفتش في قديمه. لا قديمه ولا جديده، خلاص عادش فيه فايدة. انت ليه عايز تطفي فرحتي؟ انا مش عايز اطفي فرحتك ولا حاجة يا حاجة، انا بصحي بس اللي مات جواكي قبل ما يفوت الاوان. انا خايف لا فرحه زي دي تنسينا احنا مين ونبقى ايه لبعض. احنا اخوات والدم اللي بيجري في عروقنا واحد وروحنا متشعلقه في بعض. اوعى تنسى الحقيقه دي يا ابو سنة. انا ما نسيتش يا حاجه، بس الظاهر انت اللي نسيتي. نسيت ايه؟ نسيت ان ابو كرامه يبقى اخويا واخوكي. شو مالك يا شو؟ انت مش سامعني؟ مالك في ايه؟ راحت عليك يا جلوفة. مين؟ انا زفت. ها؟ علي صوتك مش سامع. تقولي ايه؟ انا رمانة يا خميس. رمانة؟ اوعى تقفل السكة في وشي. في كلمتين مهمين لازم اقولهم لك لمصلحتك، وبعد كده مش هتشوف خلقتي تاني. لا، مش هينفع في التليفون. انا هطفش يا خميس ومش راجعة. بس قبل ما امشي ليك مصلحة عندي اقولها لك، وبعد كده مش هتشوف وشي. قابلني عند قبر ابويا وامي. انا هستناك، ما تعوقش. يلا سلام. الله عليك يا ابلة، ده انا والمصحف الشريف صدقتك. ايه الحلاوه دي؟ ايش طيب انت؟ اقعدي انت هنا واستنيني. طب ما تاخديني معاكي ابقى كشفك في الضلمه. الدنيا بقت ليل وما عادش امان يا اختي. ما تخافيش عليا، اعملي انت بس اللي بقولك عليه. طب خدي بالك على روحك. سلام. ربنا يكفيكي شر طريقك. خلاص يا مطره، اللي عشت طول السنين اللي فاتت مستنيها هيحصل، وعايز الغريب هناخده من بكره. انت ناوي على ايه براء؟ افندينا خلاص بح، هنكتب له شهاده خروج من الدنيا الليله. هتقتله؟ بس ايه؟ مالك مالك اتخدت كده؟ ده انا حتى قلت انك هتفرحي. لا 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 ولا حاجه، بس خايفه عليك. ما تخافيش يا مطر، ما تخافيش، انا مش راجع غير ودم انا فندينا مغازى جديد دول عشان نقرا الفتحه نروح المرحوم وناخد عزيزي.
غزاه واحنا راسنا مرفوعه. ضامن ده ملعوب ولا حقيقة، بس جيتلك ايه اللي عندك وعايزين اعرفه؟ انت هتسافري صحيح وتسيب البلد؟ فيها رمانة بتردي عليا؟ ساكتة ليه يا رمانة؟ بتعيطي ليه؟ ما ترد يا رمانة، بتعيطي ليه؟ ايه الدموع دي؟ طلعت على روحك يا فندينا، والله وقعت ولا حد يسمع عليك. سلميني يا رمانة، محدش يتحرك، ارمي الساحة. تسلميني يا رمانة، تسلميني الحكومة. هقتلك يا رمانة، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس. اتفضلوا معايا، قلتله بلاش ويتوب علينا ربنا وكده، انما كله شويه اتفضل. اتفضل. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. الحقنا يا معلم، الحقينا يا حاج. يا زوز في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ خميس جرى له حاجه؟ ابن نوح كان عايز يعملها معاه، بس الحكومه طبت وخدتهم كلهم على المديريه. تريد ايه؟ ما تحكي لها ايه اللي حصل؟ دي حكايه ورواية يا معلم، بس البس انت الاول وتعالى نروح له، وفي السكه احكي لك كل حاجه. هل مش راجع على طول اهو؟ يلا زوز. ايوه يا حاج. تعال. ايه اللي حصل؟ معلم براء كان عامل فيلم مع رمانة على خميس، لعبة كده كانوا مستتفينها مع بعض، والظاهر انها قلبت عليه، راحت مسلمة تسليم اهالي للحكومة. رمانة؟ مين رمانة دي؟ تكونش قصدك البت الرقاصة دي؟ هي يا كبير، قطة افندينا، واللي المعلم براء ملموم عليها اليومين دول. ما بتنقي رزق وتنت. وانت كنت معاهم يا رزق؟ كنت انا درجي من بعيد يا معلم، واول الحكومه ما طبت علينا قلبت بالراحه كده عشان اجي ابلغ عليك. هما فين دلوقتي؟ يعني ايه براءه؟ براءه يا حاجه، طلعوا براءه، ما انت عارفه ابنك ودماغه ناشفه. مع ان الحكايه يا حاجه كانت متظبطه على الاخر. وابن النوح كان هيلبس حكم شديد قوي. بس افندينا بقى حن وقلبه رق. وطلعوا منها زي الشعرة من العجينة، ولا أجدعها بدران. لا، الحكاية فيها إن خميس ما يعملش كده أوانطة، في حاجة في دماغه.
دماغه ايه يا حاجة؟ بل بناها تعمل كل دوت ويجي يضرب مفاكر في الليلة كلها. صحيح لعبتها بحرفنة وجرت رجل براءة ولا أجدعها خروف، وسلمته زي الكلب لفندينا. وهو فين دلوقتي؟ وما جاش معاكوا ليه؟ راح عشان يرد الجميل، مش قلتلك قلبه رق؟ الرقاصة تاني يا خميس.